الكثير من الناس يرون هذه الحشرة ولكن لا يعرفون اسمها وتأثيرها وكذا كيفية التخلص منها. إذا في هذا الفيديو سنتحدث عن كل هذا. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لتتوصلوا بكل جديد. لنبدأ باسم هذه الحشرة الغريبة، حيث أنها تسمى دبابة المجاري، سايكوداد، حشرة المجاري أو دبابة الحمامات. وهي حشرة تتوفر على شعيرات ويصل حجمها إلى ما يقارب 2 إلى 5 ملم، وهذا الحجم يعتمد على الفصيلة التي تنتمي إليها. الغريب في الأمر أنه يوجد ما يقارب 2600 نوع في العالم، وأغلبهم ينتمي لأماكن رطبة. تعيش هذه الحشرة في المجاري والحمامات، ولهذا نراها دائما في هذه الأماكن، وتسبب القلق للعديد من الناس، مما يجعلهم يريدون التخلص منها. إن سبب ظهور دباب الصرف هو نتيجة انجذاب الدباب لوضع البيض في هذه المصارف، وعندما يفقس فإنه يدخل إلى الأماكن الرطبة عبر الفتح المصارف الموجودة بالأرض. فيما يخص دورة حياة هذه الحشرة فإنها تضم 6 مراحل من البيض إلى البلوغ. دباب الصرف غير ضار على البشر، إلا أنها قد تكون سببا في نقل البكتيريا والفيروسات من مواقعها إلى الأماكن التي يسكن فيها الإنسان، وهذا سيؤدي إلى تلوث الطعام والأثاث. لهذا يجب الحذر من هذه الحشرات والقيام بإجراءات التخلص منها، وهذه بعض الخطوات التي ستساعدكم على التخلص من هذه الحشرات. قد يستخدم البعض منكم مواد كيميائية صعبة للتخلص من ذباب المجاري، إلا أن هذا قد يضر جهازكم التنفسي. لهذا يستحسن استخدام طرق بديلة مثل تنظيف المجاري بانتظام، وأيضا باستخدام خل التفاح، ويتم استخدامه عبر وضع خل التفاح في فتحات الصرف ليتجمع الذباب داخلها. وبمجرد أن يقوم بذلك يجب عليكم غلق فتحات الصرف حتى لا يدخل ذباب المجاري مرة ثانية إلى المرحاض أو المطبخ. وأيضا استخدام صودا الخبز، وذلك عبر وضعها في المجاري ليلاً.